بنكرر دايما ما تاخدوش على الكلام بتاع الإشاعات اللي بتقروه على السوشيال ميديا أو على الفيسبوك. كل يوم بيبقى فيه إشاعة والناس بتمشي وراها، اتحققوا من الأخبار. الإشاعة النهاردة، ودي مش أول مرة تتقال، هي ارتفاع سعر رغيف الخبز. وطبعا مع ارتفاع سعر السولر قالك بس هو خلاص كده أوتوماتيك العيش هيغلى. يعني طبعا الحكومة نفت ده تماما، الكلام ده عار من الصحة. رغيف العيش زي ما هو، فرق التكلفة، لأن العيش ده مدعم بتتحمله الحكومة وبتديه لأصحاب المخابز. لغاية دلوقتي رغيف العيش بخمس قروش للي معاه البطاقة التموينية اللي بيصرف بيها العيش. فمن فضلكم أي إشاعة تقروها ممكن تدخلوا على الصفحات الخاصة بقى بوزارة التموين، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، هتلاقوا كل إشاعة الرد عليها أو حقيقتها هي إيه، بدل ما ننساق وراء.